هاني ان الفريق الطنجي وتاعت المدينه. اظن ان مدينه كبيره وجمهور اللي كيبغي تيبغي الكره، وما يمكنش هاد المدينه ما تكونش عندنا فرقه في لا بريمير ديفيزيون كيف ما كان الحال. حنا غنضربوا على حدود ديالنا ونا لي ميم بوا، وبجوجنا الفرق جوج غادي يضربوا على الحدود ديالهم. كنتمنى من الله ان المقابله تجي رغم النتيجه السيئه اليوم، محتاجين الجمهور الاخرين بكي باش يجي نهار الخميس يكونوا ورا الفريق ديالو باش يمكن لنا نخرجوا من هاد الكلاسمون اللي فيه حنا. محمد ليكيب دابا ولا الفار واش كاين البينالتي ولا ما كاينش، انا ما كنخرجش في هاد الشيء. كاين راهم عندهم اللي كيحكم عليهم وعندهم اللي كيجوجيهم، دونك ما كنتش ندخل انا في هاد الشيء. عاد هي ملي كتبدا الاسمو كيكون عندك ان بلون جو داخل به، ابري 4 مينوت البلون جو كله تقلب، ولا سيما ان الدراري ماشي فريق اللي معودين نكون معاهم شحال هادي عير بالهضره في التيران نبدلو لو شيما تاكتيك ديالنا ولا اللعابه ولا شي حاجه. مي سي البرومي ماتش اللي كان عندنا صعيب، ملي مع الدخله ديجا لا كونفيونس سي انستالي عند الفريق طنجي، وكاين رغبه ديال اون اغريسيفيتي كبيره على باش يبريسيو وياخذوا البالون. ثم ذلك فا شويه ديجا بعداك تي كومونس بار ان بوت اونكيسي، ومن بعد بقات طول ديال اسمو. وفي هاد المقابلات كيف قلت لعابه ممنوع لي كادو، حنا في دفاعيا كانوا لي كادو بزاف اللي خلاو ان اشاك فوا كيمشيو للبوطو فاسيلمون، كانوا الحوايج اللي خصهم نعيدوا فيهم النظر. كنظن ان صعيب على الجانب النفسي مونطالمون وبسيكولوجيكمون، ولا بدا فريق اللي كان في واحد الكلاسمون ولا في الرتبه الاخرى ولا بدا كيتاثر، تعاود خصك تخدم على عن جانب نفسي باش من هنا الخميس توجد فريق اللي ماشي بحال اللي كنقولوا احنا مقابله للنسيان. لا انا ماشي مقابله للنسيان، مقابله اللي خصك تعقل عليها، تاخذ منها دروس لي زونسينيمون. ماشي حنا ملي كيكونوا في حاله النتائج تيقول لك مقابله للنسيان، اون بو با اوبلي هادشي اللي كثير. الا ما خديتيش دروس لي زونسينيمون حتى لا خسرتي بلي بوان ما تخسرش في لونسينيمون، غتربح شي حاجه. اون نو بيغ با ديما في الماتش، اون بيغ وي مي تنربحو دروس، وهذا هو اللي خصو يجوعو. غادي يكونوا دي فيزيوناج، غنعاودوا المقابله في لي فاز ديالها الكبار، غنشوفوا لي زيرور اللي داروا باش جاو هذوك الاهداف اكسيتيرا. هذو كلهم حوايج اللي غادي خصك، مي ماشي مقابله للنسيان. اول خطره مقابله ديال السد لاعبينا، اول مقابله انا غنجريها. فلو كانت واحد 6 شهور ولا 4 شهور مع لازم غير بالهضره في البونتوش غتغير داك الشيء اللي خصو يتغير عبر الهضره. اما الان الا غيرتي على داك الشيء اللي قلتي له غادي تلفوا كل شيء، ما غادي يولي لا داك الشيء اللي بغيتي انت لا حاجه اخرى. دونك سي با فاسيل باش غير تبرك على ان بوتون وتقول صافي غنغير لو شيما تاكتيك ولا غنغير شي حاجه، سي با فاسيل. الا كنتي مع الفريق وتعرفوك وكتعرفو تتعيط على الكابيتان ولا سمو فوالا كيسكون في غاتشيو كدوز سا شونج. مي سي تخي ديفيسيل في هاد لي ماتش با باسكو مورالمون كيولي لو دوت سانستال، الشك في جهه ولا كونفيونس في جهه. كتدخل في الاول كاع مقدم، ابري 4 مينوت ولا لا كونفيونس الثقه ولا في جهه، ولو دوت يعني الشك ولا في جهه اخرى، زياده على الدعم ديال الجمهور تبارك الله الطنجاوي اللي بقى ورا الفريق ديالو حتى ولا فريق اللي تحسب ليه الف حساب. ف لا فيكتوار ميريتي، برافو لهم. سي تانو انو دابا دو تخافاي دو تخوفي لي مويان بوغ افواغ دي بوان في لي سات ماتش ان شاء الله. اخر سؤال.